السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير جميعا. طبعا في البداية أشكر تيدكس أنه منحونا هالفرصة وهالمنصة الرائعة، وأشكركم أنتم لحضوركم حقيقة. باختصار أنا ما عندي 15 دقيقة، بحاول أعطيكم قدر يعني اللي الله يقدرني عليه. الاسم عبدالناصر غارم، فنان سعودي، أعمل في القوات البرية برتبة مقدم. كان فيه كثير من الصعوبات صراحة في المجال أو النشاط اللي أنا بديت فيه، اسمه الكونسبشوال آرت. الكونسبشوال آرت الفن المفاهيمي، وأنا كنت أعيش في منطقة خميس مشيط، فما كانت تركب يعني كونسبشوال آرت وخميس مشيط كانت صعبة شوية، لكنه كانت أيضا ميزة إنه أنت قدرت تبني يعني معرفتك بنفسك. بديت بعمل اسمه الصراط، يعني كان في ذيك الفترة ما كان في جاليريات ولا كان في متاحف تساعدك انك انت يعني تقدم اعمالك او تعرضها او تكون نقطة توصل بينك وبين الجمهور. يعني فكرت فقلت انا ايش يعني، ليش انا قاعد استنى الجاليريز ولا الميوزيوم؟ ليش انا ما اروح للشارع واعمل الارت اللي انا ابغى اسويه واقابل الجمهور الحقيقي اللي هم المشاهدين؟ طبعا بديت بميديوم مهم اللي هو البرفورمانس زي ما تعرفون، عندنا الحج يعتبر برفورمانس، الصلاة برفورمانس، المهاتما غاندي بدأ برفورمانس لما كان يلبس لبس معين ويمشي من قرية لقرية زي في قضية الملح. فاكتشفت أنا من قراءتي للتاريخ ومن قراءتي للأحداث ومن الاطلاع إنه البرفورمانس ميديوم جدا يساعد الناس. طبعا بدأت في الشوارع، بدأت بقضايا بيئية، بدأت بقضايا يعني لها علاقة بالفردانية، بالمفاهيم، بالأعراف، بالتقاليد، واكتشفت أن الناس على طول يتواصلوا معاك بسرعة يعني. لذلك في فرق بين البرفورمانس والمسرح. المسرح تلاقي في فاصل بينك وبين المشاهد، البرفورمانس تلقى الناس كلها تجتمع عليك، لأنه تلقى أنك تناقش مثلا قضية بيئية، فتلقاهم هم يعني تهمهم زي ما تهمك، ويصير لهم يعني رأي وفعل حتى بعض الأحيان. ميزة الكونسبشوال آرت أو الفن المفاهيمي إنه يحرك الأجهزة المفاهيمية عند الشخص. شلون يحرك الأجهزة المفاهيمية؟ يعني يحرك المرجعيات ويخليك تحاول تطلع برأي، ويحرك الجانب المعرفي ومخزونك المعرفي. لذلك يعني ما تلقاه يتكئ مثلاً على اللغة البصرية، يعني ما أنا ما قاعد أعرض لك عمل فني أعمل لك مساج لعيونك بالألوان، لا، أنا قاعد أفعل أجهزتك المفاهيمية. أبغاك أنت تطلع بكونكلوجن، تطلع برأي، أنت إضافة، الفيدباك اللي تعطيني إياه أو ردة فعلك هي إضافة أصلا للعمل، وهي اللي تساعد على استمراريته. زي ما بدأت يعني قلت لكم، أنا بديت أعمل البرفورمانس في القرى، في الشوارع، في قضايا متنوعة، قضايا اجتماعية، قضايا بيئية. بعدين في ذيك الفترة عملت عمل اسمه مسج سلاش مسنجر، يعني رسالة سلاش للرسول. العمل هذا يعني أنا يعني يصنف على أنه انستليشن، على أنه تجهيز في الفراغ. العمل كان غريب، يعني هو القبة الذهبية اللي عدت قدام شوية، القبة الذهبية هذه وصلت ل 842 ألف دولار. إحنا ما كان لنا يعني سجل تاريخي في المزادات، بس تخيل انه اول عمل لفنان سعودي يحصل على اغلى عمل لفنان عربي على قيد الحياه. في ذيك اللحظه كان يعني انا اكتشفت اني انا مثلا في بدايه الموفمنت، فاكتشفت انه لازم اخذ قرار مكوكي مثلا. فتبرعت بكامل المبلغ 842 ألف دولار لعمل برامج لتدريب الفنانين والفنانات مع شركة يعني لها علاقة بالثقافة وإعداد البرامج للفنانين والفنانات. وبدينا نأخذ مجموعات كبيرة، يعني أخذنا يمكن أول سنة 30 فنان وفنانة، وعملنا لهم كورس في لندن، ورحنا زرنا المتاحف. أنا اللي ركب البرنامج، لأني أنا أذكر إيش النواقص اللي كنت أحتاجها. كنت أحتاج كتب، كنت أحتاج أحد يسفرني يوديني متحف، كنت أحتاج أقابل فنانين معينين، كنت أحتاج أقابل ارتست يعني في 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 مجالات لسه هنا في السعوديه لسه ما تناقشت ولا انفتحت لها مساحه. بعد البرامج اللي عملناها، وبعد بدا في ما شاء الله يعني جيل جديد ما شاء الله جاهز، ويمكن ظروفه كانت احسن، يعني ظروفه المعرفيه ولا حتى المناخ بشكل عام ولا البيئه الثقافيه بشكل عام افضل من المرحله اللي انا بديت فيها. يعني آخر سنة كانوا 23 فنان يعني وفنانة سعوديين عارضين في بينالي فينيس.
يعني بناء لفينس مو سهل حد يوصل لك. الحمد لله المجموعة اللي معنا على طول دخلوا على بناء لفينس، فكانت هذه أحد من الفوائد، كانت هذه واحدة من الفوائد اللي أنا معتز فيها، يعني حتى لدرجة إنه صار في ثقة في الشارع، صار في ثقة في الجاليريز، يعني فتح ما شاء الله في الرياض الحين 4 جاليريات، في جدة صار في 2 جاليريات، كان في إيفنت في جدة 2139، كان في آرت جو، كان في، فالحمد لله يعني بدينا نحرك، يعني الساحة كانت راكدة شوي صراحة، وكان في رؤية محنطة بشكل كبير، يعني صعب إنك تتفاعل أو تتداخل أو تتقاطع حتى معه. بعد ما خلصت الموضوع هذا، عملت عمل اسمه آمين مجسم ختم. طبعا هو يتكلم على البيروقراطية اللي في الشرق الأوسط وكيف هي تقتل الأحلام وتعطل الطموح وإلى آخره. بعدين بديت أشتغل على لوحات، إنه أستخدم الستامبس هذه الحروف، أنا أخذتها طبعا من عندي من الوظيفة، فتلقى في كل واحد منا عنده في دروجه مليانة أختام والأشياء هذه. فبديت أعمل منها، يعني صارت زي الكانفاس اللي أنا أرسم عليه أحلامنا. حتى أنا رحت أنا أتعامل مع شركة اسمها ترودات في فيينا، هذه هي الأختام اللي أقول لكم الصغيرة، زهموني الشركة لأنه قالوا في شيء غريب، في واحد قاعد يطلب أختام بشكل غريب، يعني أكثر من الموردين، فأكيد في سر. فأرسلوا لي واحد، بعدين تكلمت معهم فقالوا لي أنه طبعاً انبسطوا لما شافوا أنه منتجهم على أعمال، بعدين أخذوني زيارة المصنع فعملوا لي اجتماع مع حقين المصنع، فقلت لهم أنه الأدوات اللي تقتل أحلامنا هذه حولناها إلى لوحات وممكن نقول من خلالها رأينا. بعد الفترة ذيك موضوع الختم أو السكابتشر هذا تطور مرة، يعني جدا، يعني لدرجة أنه هذا السكابتشر، يعني إن شاء الله إحنا نحاول الفترة الجاية نعمله مونومنتال سكابتشر، حتكون على يعني على الكورنيش في جدة. أنا بس بوصل أنه كيف الفكرة ممكن تكون بسيطة، بس لما تغذيها وتتكع على المخزون المعرفي كيف تتطور معك الفكرة بشكل كبير جدا، انه تحولت من سكابتشر الى برنت، بعد البرنت تحولت الى مونومنتال سكابتشر. المونومنتال سكابتشر هذا احنا شغالين فيه في البرزنتيشنات، وقاعدين يعني نتفاوض مع شركات للتنفيذ وشركات للشحن وشركات للاخذ الاذونات والى اخره والحقوق الفكريه والى اخره. بعد ما تحول الى مونومنتال سكابتشر، انا الحين ابغى احوله الى مؤسسه فاونديشن، مؤسسه اجتماعيه غير ربحيه اسمها كمان امين. ليش آمين بالذات؟ يعني أنت يعني عشان تكون أنت فنان معاصر يفترض أنك تحس في اللي موجود حواليك. يعني أنت لو تلاحظ التيار السياسي أو حتى الاجتماعي والدولي أنه قاعدين يركزوا على حوار الأديان والإنترفيث، فكلمة آمين كلمة إيجابية في كل الأديان موجودة، المسيحية، اليهودية، الإسلام، البوذية حتى، يعني وحتى تنطق بنفس النطق آمين. فأنت لما توصل يعني كأرتست، أنت يبغالك توصل لأشياء، التقاطات بسيطة تجمع فيها أكبر شريحة من اللي على الكوكب، يعني من الناس اللي موجودين على هالكوكب. فكلمة آمين عرضها في برلين، في فينيس، كل الناس يحسوا بانتماء لهالموضوع لآمين. زي ما انتم شايفين هذا البروبوزل حق السكابتشر اللي حتكون إن شاء الله في مدينة جدة، يعني حتكون حدود 9 متر. أرجع لموضوع الفاونديشن، ليش يعني اختيار الاسم؟ أنا وضحت سبب اختياري للاسم، إني أنا أكبر، يعني تكلمت عن التيار اللي موجود السياسي والدولي، تكلمت عن انه كلمة إيجابية وانه اغلب الأديان مشتركة فيها، انه يعني انا حاول اوجد اشياء تكون فيها روابط بين كل يعني بين كل البشرية. احساس كذا حتكون لغتك انت عالمية، حتكون لغتك يعني كونية، الناس مو حتفهمها، حتحس بانتماء لها. آمين فاونديشن، يعني انا برضو بحثت في سوسيولوجيا الجمعيات، ليش يعني ليش الناس تسوي فاونديشنات ومتى ظهرت؟ هي طبعا ظهرت في 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 المجتمعات الحديثه. المجتمعات الحديثه ليش؟ لانه مكان لممارسه الحريه، ممارسه المواطنه، ممارسه المشاركه. ثانيا انه في المجتمعات الحديثه تزداد لغه الاقصاء، يعني هو واضح حتى عندنا في كل مكان في لغه اقصاء، يعني تيار على تيار او شخص لشخص او ايديولوجيا على ايديولوجيا، ففي لغه الاقصاء تمارس في المجتمعات الحديثة. في سبب ثالث، إنه في تراجع في التماسك الاجتماعي والأسري، في تراجع نوعا ما، وهذه من صمات المجتمعات الحديثة. لذلك الفاونديشن أو الجمعيات هي مطلب ضروري للمجتمعات الحديثة. فهذا التراجع في التماسك الأسري يعني يسبب برضو هشاشة اجتماعية في المجتمع. هنا يبدأ دور الجمعية. دور الجمعيات
النون بروفيت اورجانيزيشن او الان جي او اللي هي غير ربحيه، يعني هي مؤسسه حتكون ثقافيه غير ربحيه، يعني هو دورها انه تعبي الفراغ اللي بين مثلا الدوائر الحكوميه وبين المجتمع. يعني في مثلا في مرحله من المراحل ما حيكون في اهتمام بالثقافه والفنون مثلا بقدر اهتمام بالصناعه والى اخره، الجمعيه تيجي تعبي الفراغ هذا، يعني تجهز ناس الى لحظه يعني استعداد المجتمع لهال يعني النشاط الثقافي، تلاقي فيه اوريدي في ناس جاهزين. في هذه الجمعيه تفتح قنوات بين الفنانين بين يعني بين الفنانين وبين الفاونديشنات، بين الفنانين بين الكوريترز، بين الفنانين وبين المتاحف. اللي قاعدين تشوفونه الحين هذا كان هذا من شغل الافراد اللي هو الجمعيه اللي عندنا، يعني هذا الفيديو هذا شغلهم اصلا، كلهم مصورين فوتوغرافيين ما كان عندهم يعني خبره كثيره بالفيديو، بس احنا سوا جبتهم وبنينا الكونسبت حق الفيلم. هو كان فيلم على المدينه انعرض مع البريتش ميوزيوم يعني في المدينه المنوره. فقصدي انه انا ارفع الكواليتي، ارفع الكواليتي حقهم. يعني كورس استمر 9 شهور من تصوير الى بناء كونسبت الى 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 اخراج، اهتمينا في البرودكشن، يعني نص الاشغال حتى كان جزء من عرض فيديو وكان جزء من تصوير فوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي كان يعني طباعه في برلين والفريمينج كان في باريس. يعني انا يعني هذا دوري اني يعني اربط بين الفنان بين اللي هم الاماكن الانتاج الفاوندري المميزه على اساس ارفع كواليتي الارتست. هذا انا مستحيل لو تركته ما حينزل عن الكواليتي هذا. وبعدين يعني انك تزرع فيه الجمعيه وجانب الغيريه اللي هو جانب الايثار، انه حيصير منتمي لجمعيه فبعد ما يكون مشهور لازم يرجع ويعمل مردود. وهذه اللي احنا يعني تنقصنا يعني شويه هنا، انه ما في عقد اجتماعي. اوكي في عقود صامته كذا، لكن ممكن العرف والتقاليد هي تمشيها اكثر. لذلك انا تلقاني في بحثي ابحث بين الفرق بين الجماعه وبين المجتمع. الجماعه اللي تحركها الاجواء الساخنه هي تكون بالاراده العضويه برابطه الدم او الى اخره، بينما الاشياء الاجتماعيه اللي يحركها العقد الاجتماعي، الالتزام، التعاون، الثقه. فكانت يعني اخر اللي انا يعني المراحل اللي وصلت لها اللي هو تركيز شديد على انه هذا الفاونديشن لازم ينجح ولازم يكون موديل للناس اللي تبغى مستقبلا يعني يعملوا فاونديشنات في اي مجال، يعني في اي جمعيات. لذلك تلقى في فرنسا مثلا اي عمل اجتماعي مهم تلقى وراء حكومه مميزه، في بريطانيا اي عمل اجتماعي مهم تلقى وراه سيد مميز، في امريكا لا تلقى وراها جمعيه معينه. امريكا ما تتحرك الا بالجمعيات، عن طريق الجمعيات. في اشياء يمكن ما حد يتخيلها يعقدون لها جمعيات لانهم هم مؤمنين بهذا الدور. يمكن الفرق بين البريطانيين وان الانجليز يعتقدوا انه الافراد ممكن وان الجمعيه ما هي حل وحيد، انه في عده حلول. لذلك ارجع واقول انه هذا المفهوم او مفهوم الجمعيه انا مركز عليه تماما. بالاضافه انه انا ابغى يعني اللي يميز الفنان بالذات في الفن المعاصر اللي هو يتنوع بين الفيديو ارت والانفايرومنتال ارت والانستليشن. بعض الاحيان الواحد يحس انه قدراته ما لا، بالعكس. يعني انا قابلت فنانين وفنانات صغار يستوعبوا بكل سهوله وبكل سرعه. هي تعتمد اعتماد كلي على المجهود او على المخزون المعرفي والعمل الذهني المبتكر. يعني ما تكون انت مستسلم لشويه مسلمات وخلاص، يعني انت قاعد تستعيد ما انت قاعد تخترع. لذلك انا يعني اللي احاول اني ارفع الجاهزيه عند الفنان. هذا 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 دوري انا، اني ارفع الجاهزيه، افتح له المجالات، افتح له القنوات اللي ممكن يتعلم منها، اللي ممكن يستفيد منها. برضو الاهم شيء عندي انه يطلع بكونكلوجن، يكون عنده استنتاج، تهيئه ارضيه معرفيه. يعني انه لازم يعني للاسف انا اقولها ان انا ما تعلمت الا بعد ما تخرجت من الكليه. لما لقيت نفسي عند الانترنت في اخر يعني في بدايه 2000 بدا الانترنت بشكل مميز، انا في ذيك اللحظه بديت اتعلم. يعني بديت اعرف ايش الروايه وايش المسرح، ما درستها روايه، مسرح، موسيقى، قانون، يعني كل اشياء اجتماعيه، اشياء في علم النفس، اشياء في التحليل النفسي. يعني صارت مهمه لي انا كفنان. لذلك ارجو انه من المحاضره هذه اني اكون قدمت بعض المفاتيح. يعني هو يعني الاجابه موجوده الحين في كل مكان، المهم السؤال. يعني الحين جوجل يعني ما يقصر، ما يخلي شيء، لكن المهم السؤال الصح، والمهم انه انت تطلع بشيء عشان تكون مميز عن الاخرين، لا علاقه بهويتك، لا علاقه بتعمل لها ريسايكل.
انا ما اختلف من المرجعيات، بس انا اختلف انه تعمل عليك المرجعيات كنترول، ما تخليك تسوي شيء. لذلك يعني تلقى انه موت الامم مو الموت البيولوجي انه ناس تموت، لا، هي انصهار الثقافه. انت تبغى تواجه الاقتلاع الثقافي اللي قاعد يصير في العالم، ومو احنا بس اللي نعاني منه، حتى فرنسا وكل الدول تعاني منه. تبغى تواجه، انت لازم يعني يكون عندك مخزون معرفي كافي ومميز، وعندك استقلالية فكرية حتى تطلع باستنتاج يفيدنا جميعا. وألف شكر لكم. شكرا.